السلام عليكم. هانتوما تسليات علاش كنت كنهضر. ها ملي كنعمرو كاملين هادي السجون ديال الله، ماشي ديال الاراضيف او ديال لونيك ولا شي حاجه. عايزك تشوفو ها العين، ها العين ملي غادي نعمر لنا ها العين ديال الله. العين ديال سيدي ربي، وغادي نمشي في الطريق وغادي تشوفو مزيان، غادي تشوفو بعينيكم. هنا هو التسليات دارهم الرئيس ديال الجمعية ديال الماء، ودارهم الجيرانو، إلا أنا هي اللي حيدت ليا التسليو، قطع لي التسليو كامل. اليوم 14/8، فوقاش درنا هذاك الملح. فقاش درنا الملح 27 شهر 7، راه مازال ما عيطولنا ما والو. المهم هما كيقولوك عندهم النفوذ، راه كنركز على هاد الهضرة وكنتحمل مسؤوليتي كيقولوها ليا. هانتوما غادي نجيكم تشوفو مزيان. اجلس معايا شي سرعة باش نعمرو مزيان الميكس. هانتوما شوف هنايا 4 ديال التسيويات، هاهوما اجي تشوف هاهوما التسيويات ها ديال الرئيس ديال الجمعية ديال الماء. ها هما دارهم وديالي بلاتي نوصلكم نوري لكم فين قطعوا. ألف متر فوق وشي زيادة. ها انت المعاناة ديالي على حسب الماء. المعاناة ديالي ها شتي، هاهوما الفوق، هاهوما الفوق، هاهوما الفوق كاملين حيدوهم من هادشي هنا لتحت. هادو 4 وجوج الفوق هي 6. هانتوما ركزوا لي على دوك التيويات، وهادو هاهوما شوفوا وانا فايت ليا بينا هو مهرسة. شدو سميتو ما تشدوش الناس اللي جالسين، بغيت ليا مهرسه من يديا. ما تشدوش الناس ضو الكاميرات. ها انت شوف، وشوف الفوق اش دار ليا الرئيس ديال الجمعيه ديال الماء. ومني درت ديالي قطعو زيد، ها هما الفوق باش ما تقولوش هادي غير كتهضر ولا شي حاجه. نتوما كتشوفوا المعاناه ديالي، شوفوا الفوق. هاهوما 4 هنايا وجوج الفوق. هانتوما كتشوفو، المهم السلطة ولا راي العام غادي يشوف كلشي، ما مخبي حتى حاجة. هانتا هاهوما مازال غادي ننزل لكم لتحت، حيت ممنوع ندوز من هداك السادية كاين تما هداك الشرمو. انا ما كنطالب حتى حاجه، كنطالب انا غير جمد الماء. المهم هما نشفوني، هما دوزو من الناحيه ديال الشجره ديالهم اللي ها انتم هادي تشوفوا. شدوا هنا، شدوا هنا،
هما كاينين تحت هذا، هما كاينين تحت هذا، وهذوك اللي وريت لك هما تحت الجدان، أو اللي فوق الجدان. المهم غادي نحاول غادي نرتاح باش ما نعرفوش غادي نسوي من الفيديو. المهم غادية كاينين في هذيك الثديا. بالعطش ما كان نوصلش بغماد الماء غير الدرع حيت بعيد الحال بزاف. ما شوف تيويات، شوف وكبير على تيويات باش هادوك الناس اللي كيقول لك كذوب وما حاضرين والو، ما حاضرين حتى لشي حاجه. شوف بعدا اول حاجه تكون ساكنين الخاص. السلام عليكم، معكم عماري ناجيه، دوارتو في سطلت عين اللوح اقليم افران. كنوصل الرساله ديالي لمحمد السادس نصره الله، الله يبارك في عمر سيدي. انا عندي المشكل مع الرئيس الجمعيه ديال الماء على التيو ديال الماء ديال الشريب، غير ما نشرب، ما بغيت لا نسقي الشجر لا والو، بغيت غير ما نشرب. قطع ليا التيويات وضرب ليا البنت ديالي. ها انت بغا نبين لكم غير الصوره ديالها ديال الظهر، ها هي ما بغيتش نبين ديال السدرش دا حتى الشيخ ديال القبيله، لله حتى هو خرج من الحبس. وعندي اليوسبي ولا سميتو هذا، وعندي حتى السيدي، وهكا كراني كنخاف لا يضربوا عليه كاع ما يوريوش ولا شي حاجه. عندنا الدعوه، المهم السيد راه كيجمع الناس وباقي كيجمع الناس لي كارطات ديالهم باش يشهدوا فيا انا، بينا هو السيده ما مزياناش. ومهم الناس كاينين كاع لي شاهدين هما ما عارفينش مساكن دفعوا لي كارطات ديالهم على حساب لونيب، صدقوا شاهدين فيا. راه الملف ديالي راه كاين عند الدرك الملكي ديال عين اللوح. المهم عندي المشكل مع هذا السيد هذا بزاف، راه ضرب البنت ديالي وتعدى عليها وضرب الشهد ديالي، حتى الشهد ديالي راه تضرب في الدار ديالو، راه داير الغرز في الدار ديالو، واش خمسة الغرزات اللي داير. وعنده في السيرتيفيكا 25 يوم والبنت ديالي عندها 21 يوم، ومازال كنعاني الماء ما كاينش، الماء ما عنديش. ومازال هذا السيد هذا اللي هو الرئيس جمعية الماء كنأكد كيقول لي عندي النفود، لا هو لا الشيخ كنأكد كيقول لي عندي النفود، وانا عندي الله، والله هو الوطن والملك. انا يا باغي حقي يبان، باغي حقي يبان. هو كيمشي يجمع الناس ومازال كيجمع الناس ملي كيكون هو كيسالم الجمع ديال الناس عاد حنا كنهودوا للمحكمه، عاد كيعيطوا لي كيقولوا لي عندكم عندكم عندكم. المهم انا هاد الشيء هذا راه كنوجه رساله لسيدنا، راه حنا محقورين في هاد البلاد توسطلت، يصيفط لنا شي مسؤول كبير ولا شي حاجه يضرب الفقد في هاد الناس هادو، راه طغاو كيديروا الزور وكيديروا بزاف د الحوايج. وكنتحمل مسؤوليتي كنتحملها نيشان وكنهضر في امي. راه بينا هو هاد السيد هذا كيجمع الناس، وراه ديتهم انا ديتهم جمعت هادوك الناس اللي شهدوا فيا، كنديهم لابريكاد ديال عين اللوح باش يشوفوا واش هما درت لهم شي حاجه ولا. كيقولوا لي بينا وحنايا راه سنينا على لونيب دخلنا للدار ماشي شاهدين فيك، كيحيدوا الناس. شحال من واحد ديت فياج الاول الثاني الثالث قالوا لي بركه حبسي، صافي حبست. المهم كنطلب سيدنا الله ينصرك، يا سيدنا الله ينصرك والله يخلي لك الله يخلي لك وليداتك، الله ينصر اسره العلويه يا سيدي ربي. انايا كنتمنى بغيت غير تفت لنا شي مسؤول كبير يضرب فينا الفقد. راه صافي راه ما بقيتش قاده على هاد الحقره هادي، راه كاينه الحقره فاتو في سطلت عين اللوح. شنو جمع فيها؟ كاين الرئيس ديال جمعيه الماء والكاتب غير هنا بيناتهم، كاينين بهم شي كدا وعشرين واحد هما كاينين هنايا. المهم هادشي اللي بغيت نوصل، كنوصل الرساله ديالي لسيدنا، راه حنا محقورين. شكرا على المشاهده، إذا أعجبك الفيديو
اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.